أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية أحمد رشيد خطابي أهمية مواصلة العمل بكل مسؤولية وإصرار من أجل الإسهام في تأمين صلابة بيتنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه في نطاق أشكال متطورة وخلاقة من التعاون الإعلامي. لقد تابعت الأمانة العامة بكل الاهتمام في الآونة الأخيرة سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي جرت في إطار فرق ومجموعات العمل التابعة لمجلسكم الموقر، والتي تمحورت حول متابعة عدد من القضايا المحورية لمواصلة تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك. ومن هنا فإن الأمانة العامة تقدر عالياً هذه الجهود في سياق متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية بتناسق محكم ووثيق مع خطة التحرك الإعلامي العربي، التي تروم في المقام الأول مواصلة الدفاع عن مشروعية القضية الفلسطينية، وفي صلبها وجوهرها الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني والروحي للقدس محتلة،